بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا رضي وما بعد الرضا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم أما ثم بعد. أهلا بنات الطالبات والطلبة في فيديو جديد في كيفية رفع الواجب. إذا كان في أي طالب من حضراتكم عايز يرفع الواجب بتاعه، طبعا دي الصفحة الرئيسية لأي مقرر. المقرر احنا بنشتغل عليه دلوقتي هو مقرر وظائف أعضاء النبات، رمز المقرر بالشكل ده. بنروح على القائمة هنلاقي فيه على اليمين في الواجبات، بالضغط عليها بالشكل ده. طبعا الدخول الى الواجبات ممكن يكون باكتر من طريقه، ممكن يكون عضو هيئه التدريس فاتح لكم على الواجبات هنا على طول، بحيث لما بتخشوا على المقرر بيبقى الدخول هنا، لكن هي ممكن نخشها من هنا. ادي الواجبات، بنضغط على مجلد الواجبات بالشكل ده فبنلاقي اسماء الوحدات او الفصول او الدروس. بنضغط على الوحده الاولى مثلا اللي احنا عايزين نشوف الواجب بتاعها اللي احنا مكلفين بيه، طبعا بيكون منوه عنها باعلان اهو بالشكل ده. طيب احنا عندنا ادي اسئلة تدريبية بالشكل ده، ممكن تبقى مكتوبة كملف تترفع، ممكن تبقى مكتوبة بصورة بالشكل ده كده، ممكن. وفي هنا ملف صوتي اهو، الملف الصوتي ده بالضغط عليه، طبعا ده كون ان المؤشر يتغير من الرمز ده الى رمز الايد معناها ده هايبر لينك او رابط، لو بالضغط عليه بيشتغل هذا الملف، اذا كان ملف صوتي او ملف بي دي اف او ملف وورد، سواء بيشتغل على طول او بيتحمل او بياخدنا الرابط، المهم هيفتح معانا الملف او يتحمل وهنشتغل. ده هنا مثلا نموذج اختبار الدكتور بيمليه، انا بمليه كاسئله ومفروض المطلوب اجابتها. طيب اللي يهمنا بقى دلوقتي مش فتح الاسئله، الاسئله قدامنا اهي، طب احنا عايزين نجاوب، بنضغط على اسم الاختبار، دي اسئله تدريبيه اللي قدامنا دي، طيب جاوبناها. الاسئله عشان تتجاوب بتتكتب باكتر من طريقه، يا اما بتتكتب في تتحل في الوورد، سواء كانت الاسئله مقروءه زي كده او مسموعه، بتتحل في ملف وورد ويتسيف ويبقى كاتب اسم الملف، اسم الواجب مكتوب اجابه اسئله تدريبيه عن الوحده الاولى، او اجابه نموذج اختبار ملف الصوتي في الوحده الاولى. يعني لازم عنوان الملف يبقى مطابق للعنوان ده عشان الدكتور لما يستلم الملف يبقى عارف ده بتاع ايه، مش هيقعد يفتح ويشوف لكل الطالبات. طيب انا ضغطت على الطالب، حضرتك هتضغطي على الواجب ده، اسم الواجب بالشكل ده كده اهو. بيفتح لنا بقى صفحة جديدة فيها إمكانيات إن أعمل إيه؟ أولاً بيشوف الدرجة المحتملة هنا إنها درجة كنشاط مثلاً، طبعاً ده حاجة تجريبية. عدد الدرجات اللي ممكن تتاخد أو النقط، هي بقى النقط مش الدرجة، ممكن تبقى النقطة دي بنص درجة بربع درجة حسب التقسيم بتاع الدرجات. الجزء ده اللي يهمنا اللي هو تقديم الواجب. تقديم الواجب، يعني إزاي إحنا بقى الطالب هيقدم الواجب؟ فإذا كان هيكتب تقديم نص، يعني هيكتب كتابة تقديم بالشكل ده، بيضغط هنا فبيفتح له المحرر ويبتدي يكتب بالشكل ده، يكتب بالشكل ده اهو وينسق الى اخره. طبعا من خلال هذا الـ 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 الكتابة بيقدر يجاوب على الاسئلة، بيقدر ينسق ويحط الوان وهكذا كأنه قاعد بالظبط فين على الوورد. دي طريقة. طيب فواحد مش هيفضل قاعد بالشكل ده كده ويجاوب والنت مفتوح ممكن يقطع منه في اي وقت فالحاجه بتاعته كلها تروح، فيبقى الافضل ايه؟ ان يجاوب في ملف وورد ويحفظه ويروح يقول استعراض الطالب او الطالبه، تكتب استعراض جهاز الكمبيوتر، بتضغط على هذا احنا جهاز الملف بتاعنا وبنختار الملف اللي احنا عايزينه. خلاص بنختار اي ملف، هنجرب بس من باب التجربه بالشكل ده كده اهو، اي ملف اهو هنختار يكون حاجة صغيرة، ملف بالشكل ده كده، وبنضغط عليه مرتين اهو. ايه اللي حصل بعد ما استعدنا جهاز الكمبيوتر؟ الملف اللي احنا اخترناه طبعا اسمه بقى بيكون مكتوب هنا بالشكل ده كده. لو عايز ارجع في كلامي تاني بضغط عدم ارفاق. خلاص طيب انا اخترت الملف ده او الطالب اختار الملف ده اللي هو فيه الإجابة وعايز يبعته، ممكن يضيف هنا تعليقات. يعني إيه؟ يعني عايز يضيف يقول والله مثلا أنا جاوبت على الأسئلة الفلانية لقيت صعوبة في السؤال الفلاني في كذا، خصوصا إحنا بنتمرن دلوقتي، فبيكتب اللي هو عايزه هنا بالشكل ده كده.
بيكتب اللي هو عايزه عشان يظهر مع الملف اللي هو ارفقه. طيب خلص الكلام ده، طب فرفض لسه عايز يفكر تاني، بنقول حفظ كمسودة، لكن احنا يهمنا هنا احنا مش عايزين نرفع اي حاجة غير لما نكون متأكدين. طيب خلصنا، بنقوم ضاغطين هنا ارسال، على طول الملف بيروح للدكتور بحيث ان هو يقدر يشوفه. يبقى مرة تانية يعني اهو ملف صوتي، بضغط على اسم الواجب اللي موجود عندي بالشكل ده، اهو بيطلع لي نفس الطريقة، سواء بكتب على طول او بستعرض جهاز الكمبيوتر واختار الملف بتاعي، في الاخر بضغط ارسال، كده يبقى الواجب بتاعي اتبعت، يبقى كده الواجب بتاعي اتبعت. خلاص، اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، ولو في اي مشكلة احنا بنتواصل مع بعض باذن الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.